سيارة حارس جنوى الفاخرة تتحطم بعد غسلها، سيميوني يبتكر طريقة مميزة للإحماء، وبيرلي يستعين ببرنامج المواهب البريطانية. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. عندما نقرر غسل سيارتنا، البعض منا يتركها للعمال في محطة الغسيل ليعود بعدها ويجد السيارة جاهزة، لكن هذا لم يحدث مع حارس جنوى فيدريكو ماركيتي الذي وجد سيارته فيراري 812 محطمة بعدما فقد عامل المحطة السيطرة على السيارة الخارقة أثناء قيادتها إلى ميدان تدريب نادي جنوى وتسليمها إلى اللاعب. أجواء باردة بلغت درجة الحرارة خلالها 7 درجات تحت الصفر في العاصمة الإسبانية مدريد خلال مباراة أتلتيكو وضيفه إشبيليا. في تلك الأجواء الباردة ابتكر سيميوني طريقة جديدة للإحماء وإبقاء اللاعبين الاحتياطيين جاهزين، وذلك بجلبه لدراجات تدريب من صالة الألعاب الرياضية إضافة لجهاز تدفئة بالقرب منهم أثناء عملية الإحماء. الأزمة المالية بدأت بوادرها تظهر في إنجلترا بعدما أطلق نادي بيرنلي برنامج مواهب على غرار برنامج المواهب الشهير بريتن جوت تالنت لاصطياد المواهب الشابة في إنجلترا وحتى أوروبا، ويسمح البرنامج لمن هم في السن 14 فما فوق بإرسال مقاطع فيديو تظهر موهبتهم عبر تطبيق آي سكاوت، على أن يتم تقييم اللاعب بعدها عبر لجنة تحكيم، ويقود هذه الحملة في نادي بيرلي مدرب الفريق شون دايك. الشاب ديكلان توماس لاعب شيفيلد وينزداي الإنجليزي سجل مشاركته الأولى مع فريقه كأس إنجلترا وهو بسن 18. تغريدة والدها المتأثر بعد المباراة دفعت البعض إلى البحث في ماضي هذا اللاعب الذي تبين أنه كان مصابا بمرض نادر يصيب ورك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات وإحدى عشرة سنة، وكان توماس يتعرض للسخرية من زملائه في المدرسة بسبب جلوسه على كرسي متحرك، وهو الأمر الذي دفعه لتحقيق حلمه وأن يصبح لاعب كرة قدم محترف.